طبعا شخصية ربيع يمكن أنا أتكلم عليها، بس هي واضحة ويعني واضحة للناس بشكل كويس، بدليل إن هو من اللعيبة الفارقة في المكان بتاعه من ساعة ما جه. يمكن كان زمان الحتة الديفنس وخصوصا الباكات، الحتة الدفاعية بالنسبة لهم هي دي الأساس، وهي دي اللي هم لازم يعني إيه يبقوا مركزين فيها بشكل كبير جدا. ربيع كان له يعني دور كبير جدا 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 في تغيير المفاهيم دي، تغيير مفاهيم الباك سواء الباك رايت او الباك ليفت. يعني عمل هذه الطريقه بشكل فارق جدا جدا جدا، وبقى له باع كبير جدا جدا، حتى مش في الحته الدفاعيه. يعني هو ما شاء الله في الحته الدفاعيه كان متميز جدا جدا ما شاء الله. يعني ايه كلاعب كرة فارد نفسه في مكانه، بيدافع بشكل كويس جدا جدا. اللي يميز كمان ربيع بقى اكثر فاكثر الحته الهجوميه بتاعته، يعني كان له في الحته الهجوميه باع هايل جدا جدا، ونقل نفسه ونقل المكان دوت بشكل هايل في الحته التانيه. وده امر يمكن زي ما بقول ان هو فارق، ان هو كان زمان او يعني الفتره اللي هو كان قبل ربيع شويه كانت الاساس فيها ان هو الباك يدافع ويدافع بلاس كويس قوي، ولما يهاجم ويعمل هجمه يقول يا ده الباك. لا، ربيع خلاص بقى الدفاع والهجوم الاثنين بقوا قريبين جدا جدا من بعض، وعمل لنفسه نقله كبيره جدا، وعمل للمكان نفسه نقله هايله جدا، وابتدت بعد كده يعني الدنيا تتغير في الحته الدفاعيه بشكل كبير قوي بالنسبه للباكات. وده كان ربيع صراحه من الناس الاساسيين فيها، والناس اللي كانت متميزين بشكل كبير جدا في هذا الامر. يعني لا ما شاء الله من الناس، يعني انت ما تفتكرلوش حتى يعني انذارات ولا طرد ولا حاجات من دي، ودي طبعا لجعه انا شايفها برضه لجعه للسمت الديني بتاعه، وده امر يعني مهم قوي. الواحد برضه لما يبقى عنده سمت ديني اكيد ان ديت بتبقى يعني بتبان عليه في كل تصرفاته، وهو دوت اللي انت بتقولها واللي الناس كلها الحمد لله يعني دي من الحاجات اللي هي مرئيه بالنسبه لربيع بشكل كبير جدا. يعني والله ربيع يعني انا صراحه يعني بتمنى له كل خير في حياته وفي العموم، لكن يمكن الحال التدريبيه بتاعته اكيد ان هو ما خدش حظه وما خدش بخته بالنسبه لهذا الامر، زي ما تفوق وهو لعيب كوره، وهو صراحه عنده كتير جدا جدا جدا، ودوت اللي انا بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه فيه ويكون كما كان وهو لعيب كوره في مجال التدريب، لان هو يستاهل كده. وانا اظن ان شاء الله ان الجاي ان شاء الله هيكون بالنسبه له يعني باذن الله في توفيق كبير جدا جدا، ويبقى اسمه في مجال التدريبي اكثر كمان من اسمه في مجال الاداء بتاعه كلاعب. يعني ربيع يعني اخويا وحبيبي، وانا بتمنى له كل خير سواء في يعني في حياته الاسريه وفي حياته العمليه، لان هو ان شاء الله بترتيبه ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل له كل خير في حياته باذن الله رب العالمين. هتقول ايه المخ يا ربيع؟ كابتن مختار ده عبد اخويا الكبير، وانا بعتز بيه جدا جدا، واحنا قضينا ايام احلى ايام بصراحه في النادي الاهلي وفي الدراسه مع بعضينا في معهد الزقازيق، اتخرجنا مع بعض. ومختار طول عمره كريم، وزي ما قلت حضرتك يا كابتن انه كان بيجي يزورنا واحنا صغيرين، يجي يزورنا ويجيب معاه يجيب الاكل والشرب ويقعد معانا ويقضي اوقات ويطمنته كويسين محتاجين حاجه السلام عليكم. فهو كان لعيب كبير جدا طبعا جدا في الملعب. طبعا لا ده قصه ثانيه. خارج الملعب حاجه مشرفه، نموذج رائع للاعب كره كبير ومدرب كبير طبعا، مدرب ما شاء الله درب النادي الاهلي ودرب، وحاجه جميله جدا. فانا بعتز بصداقتي ليه طبعا، ولحد دلوقتي بعتز بصداقتي وموجود معاه وبسال عليه وبيسال عليا وبنتظاور، وقريب جدا بيجيبوا فرقه الشمس يلعب معانا كوره على الواقف كده. على الواقف؟ اه على الكرسي. لا على الكرسي. لا بيجي وبيلعب معانا كوره. لان طيب قول لنا كده موقف مع مختار. مختار ممكن موقف المعهد، لان انا لما خدته المعهد يا كابتن ده موقف كده يكون فيه ضحك ولا حاجه. لا هي ممكن مواقف افريقيا تبقى كتير، احنا في طيب افريقيا طبعا. طب يا ربيع بتستاذن نقول بس يعني ممكن اكون انا بقول المعهد، لان كنت بعدي عليه مش عاوز يروح معايا المعهد، فكنت بجيبه من على السرير قوم بعد اذنك واخده معايا مش عاوز يروح. نعم. فيمكن عشان كده انا فاكر، لكن اكيد في مواقف كتيره جدا
بحياتك في ممكن يكون في الملعب وخارج الملعب وفي افريقيا مش فاكر له حاجه خالص. ممكن يكون ان انا بس ناس عشان الوقت يعني فوجئت بان انا انما اكيد الكابتن مختار لانه هو كان في الملعب هنسيبك تفتكر له. طب هو قالك ان ان مختار قال كلمه وكلمه مهمه جدا قالك ان الربيع المفروض يبقى في مكانه غير المكانه اللي موجود فيها الوقت في التدريب. انت حاسس انك اتظلمت؟ دي اكيد يا كابتن مصطفى. يعني لما واحد يبقى بالجهد ده والكفاح ده والاخلاص ده والعمل ده والنجاح ده كله وان يبقى بعيد اكيد ان اكيد في حته يعني مش فاهمها انا خالص يعني.